متجوز من سنتين وعندي عيلين. فين بس مراتي اللي هي دلوقتي بقت خطيبتي عشان احنا اتطلقنا يعني، بس قررنا قرار انا حبيت اقوله قدامكم ان احنا نعمل فترة خطوبة حتى العيال تختارها من بره. فين ولا فين؟ لولا هي موجوده معانا، سقفوا لها يا جماعه، سقفوا لنا في ده والجد والجد عشان احنا بنبتدي حياه جديده. بجد بجد رساله لكل الناس، رساله لكل الناس اللي اتطلقت يعني او اللي لسه هتطلق واللي هيتجوزوا، يدوا نفسهم فرصه بعيد عن اي مشاكل وبعيد عن اي حاجه ويبتدوا حياه جديده ما فيهاش اي حاجه وحشه. شكرا لك يا جدع يا جدع يا عليك يا عيون لمتنا. متجوز من سنتين وعندي عيلين. فين بس مراتي اللي هي دلوقتي بقت خطيبتي عشان احنا اتطلقنا يعني، بس قررنا قرار انا حبيت اقوله قدامكم ان احنا نعمل فتره خطوبه حتى العيال تختارها من بره. فين لولا فين؟ لولا هي موجودة معانا، سقفوا لها يا جماعة، سقفوا لنا بجد 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 عشان احنا بنبتدي حياة جديدة. بجد بجد رسالة لكل الناس، رسالة لكل الناس اللي اتطلقت يعني أو اللي لسه هتطلق واللي هيتجوزوا، يدوا نفسهم فرصة بعيد عن أي مشاكل وبعيد عن أي حاجة ويبتدوا حياة جديدة ما فيهاش أي حاجة وحشة. شكرا لك يا جدع 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 يا ج